يقول السائل: ما الفرق بين البدع والمصالح المرسلة؟ مصالح المرسلة في أمور العادات، في أمور العادات، وأما البدع فهي في أمور الدين، في أمور الدين، ولا يجوز أن يحدث في الدين شيء لم يشرعه الله ولا رسول. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: وإياكم ومحدثات، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. المصالح المرسلة في المنافع، وأما البدع فهي في العبادات، بينهما فرق. نعم.